طائر الباجي يتغذى على الخبز الجاف، هذا النوع من الخبز الذي يحتوي الكثير من الحبوب الأساسية والضرورية لنموه وصحته. انظروا يأكل بشراهة هذا النوع من الخبز، وللإشارة فإنه يتناول الخبز العادي وهذا النوع من الخبز الذي يحتوي على الحبوب بكثرة. طائر الباجي من الطيور التي تفضل الكثير من أنواع الحبوب والخضروات، يتناول الخس، البقدونس، النعناع، البروكلي، الخيار، البيض المسلوق والحبوب، هنا خليط من الحبوب يقدم لطائر الباجي. عظم الحبار مهم جدا، يعلق في الأقفاص، يمد الباجي بالكالسيوم الضروري، ويوجد بكثرة عند بائع الطيور أو قد تجده على الشواطئ مرمي. هذا عظم الحبار مهم جدا. هذا هو الخبز الغني بالحبوب، يباع في المخبزة، يتناوله الإنسان أيضا، هو صنع خصيصا للإنسان، ولكن باحتوائه هذا الكم الهائل من الحبوب فهو مهم جدا لطائر الباجي. هذا طائر الباجي يتناول كان هنا البقدونس. المهم هو أن تكون هناك تنوع في تغذية الباجي، لو أطعم يفضل أثناء حضن البيض وأثناء إطعام أو تأكيل الفراخ، لكن تبقى الحبوب هي الأساس في تغذية الباجي. هناك من يضع مهروس الفحم أو قطعة ملح صخري صغيرة في القفص، أحيانا ينقرها الباجي ويتسلى بها. أيضا الباجي يتناول التفاح، الليمون، الإجاص، ولكن منزوعة البذور، لأن بذور هذه الفواكه ضارة بالنسبة لطائر الباجي، يجب تغيير المياه ونظافة القفص واتساع القفص، فيجب أن يكون القفص كبيرا، والعناية بالقفص مهمة جدا لطائر الباجي. هنا في هذا القفص تقريبا متر طول و40 سنتيمتر عرض وارتفاع 50 سنتيمتر تقريبا، كلما كان القفص أوسع كلما كان ذلك أفضل. هذه أعشاش الباجي، داخلها الأنثى تحضن البيض، هذه أنثى صغيرة تأكل أو تتناول البقدونس. هذا الباجي يفضل البقدونس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.